بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيديو مبسط يشرح علاقة الإنسان ببيئته وأثر الهجرة على عدم الاستقرار. الفيديو هذا ممكن بمجهود شخصي والمعلومات اللي استخلصتها في البحث، أكثرها من التجربة وبعضها من البحث عن طريق الإنترنت. أنا حاب أشارك هذا الشيء لأنه كثير من الناس خصوصا المغتربين بيغيب عنهم الأمر هذا، وإن كان بسيط في المعرفة لكنه عميق في الدلالة، ويعطيك أنت كمغترب وأنت كمغتربة صورة أوضح عن وضعك الحالي، ويعطيك الخطة أنك أنت تبني المستقبل بشكل أفضل. طيب نبدأ. طيب، علاقة الإنسان ببيئته. الإنسان بطبيعته في نواحي كثيرة هو مستهلك، سواء كان بوعي أو بغير وعي هو مستهلك. في الشأن الخاص أو في مجال اهتمامه هو مفيد، بس لو جينا نقيس بشكل يعني بسيط ممكن الشخص يضع دليل ويضع نفسه في الدائرة يشوف هو ايش بيسهم في محوره. تمام، وايش محيطه بيعطيه، محيطه ايش بيعطيه. طبعا يختلف الانسان. طبعا السؤال هذا يطرحه كثير، اطرح سؤال تقول للشخص انت ايش قدمت لمحيطك لبيئتك لمجتمعك، ومجتمعك ايش اعطاك. حسب الإجابة هنا، تمام، هتقدر تعرف أنت مين أو أنت مين. طبعا بصيغة عامة بس عشان نقول لكم الموضوع ما هو مقتصر على الرجال فقط، على الرجال بس. فأنت مين؟ سعيد، خالد، سعاد، ستر، حنان، سلوى، سارة، فهد، أحمد، عيد، أنت عارف أنك أنت اسمك، لكن أنت مين؟ ما راح تقدر تعرفها بالسهولة. شوف في محيطك ايش يقدم لك، وانت ايش تقدم لمحيطك. وبالتالي في الغالب انت ما حتبدا تحس وما حتبدا تقيم ايش يقدم لك محيطك الا لو بدات تفقد
المحتسبات اللي هي بالنسبة للمسلمات، يعني قبل ما تفقدها أنت ما راح تحس، بس بعد ما تفقدها حتحس إن في خلل، حتحس إنه في خلل. بالضبط زي تيجي على كوكب السيارة لو في سوق سيارات بيعرف لما الكفر البنسل انت حتعرف، حتعرف انه في شيء مش مضبوط، وحتعرف ايش حتسوي عشان يصلح. تمام؟ لو في قصور عندك في الاعضاء، في عندك قصور في الاعضاء، وعندك قصور، عندك قصور في الاعضاء، دائما يكون مضطرد لأنه في فقدان لشيء مكتسب، سواء في جزء أو أكثر من جزء، ما يفرق. فدائما الأعضاء تعطي كن بمقابل أنك أنت اكتسبت، والعلاقة تقدر تقول ما هي 9 من 10، 9 تكتسب 9 وتعطي 1، لأنك وسط محيطة. قيمة أنت كشخص، قيمة أنت كشخص يعكسها محيطك. إذا أنت تكتسب محيطك حتعطي، وإن كان ما هو بنفس نفس المقدار، ولكن حسب دورك ومكانتك في المحيط اللي انت تعيش فيه. تمام؟ كل ما تفقد شيء من المكتسبات اللي انت اذا كنت في وضع مستقل ما تحس في النقاط هذه، انت ما تحس فيها. كل ما تفقد هذا الشيء، كل ما تصير تعرف قيمة المكتسب هذا، تعرف قيمة. وفقدان المكتسب هذا هو اكتساب، اكتساب أصلاً يجي تحصيل ربنا المحيط اللي تعيش. تمام؟ لكن ما راح تعرف قيمة هذه الحاجة إلا لما تفتقدها. تمام؟ معرفتك بقيمة الشيء اللي أنت افتقدته، تمام؟ معرفتك بقيمة الشيء اللي أنت افتقدته ممكن يكون دافع انه يكون بالنسبه ليك هدف انك انت تكون تعرف هذه الحاجه وتحاول هل انت افتقدتها. لو سمعت احد بيتكلم عنها او بيعرف بصوره عن شخص اخر انت هتكون عارف. تمام؟ فهذا الشيء حيكون دافع ليك انك انت تكون تفكر انك تاخذ، لانك تعرف قيمة هذه الحاجة، والا الاخرين ما بيشعروا انهم يمتلكوا هذه الحاجة لانهم اساسا ما افتقدوها، هي مكتسبة. كويس؟ فبالتالي الانسان في بيئته اللي ينتمي لها، اللي تربى فيها، اللي يتولد فيه من أب وأم في نفس المجتمع اللي هم نشأوا وتربوا فيه،
انت كل الاكتسابات اللي عندك هي لا تقدر بثمن، لكنك انت ما حتستشعر قيمة هذه الحاجة لأنك انت لسه ما اخترقتها أو ما سلمت بها أيا كان، بس انك في النهاية انت الشخص العادي اللي يكون عنده أعضاء مجتمع ما يحس بقيمة هذا الشيء، وحيفترض إنه هذه الأشياء هي مسلمات، إنه المفترض يكون كذا والمفترض يكون كذا حسب العرف وحسب التقاليد الموجودة اللي متبعة في المجتمع الفلاني. لكن أول ما الشخص يروح في شيء اسمه غربة، يبدأ يكون عنده الموضوع بالشكل هذا. طبعا إذا كان شخص مميز، وكان في غربة، حيكون غربة. يكون وضع معكوس، يعني بدل ما يكون الأعطاء للمجتمع صار الأعطاء للذات، وبدل ما يكون فيه مكتسبات من المجتمع له حيصير في عنده مكتسبات عكسية. مكتسبات عكسية للمجتمع اللي هو هاجر إليه، فيذوب زي السكر في المويه وزي الملح بس ببطء. يعني انت لو جيت له قلت له اول سنه وبعد 15 سنه وبعدين بعد 30 سنه، هو ممكن في أول سنة ما كان يتوقع أن يوصل اللي وصل فيه في 15 سنة. لما تجي في 15 سنة تسأل سؤال كان يتوقع مثلا بعد 15 سنة يحصل معك كذا وكذا، يقول لك لا ما توقع هذا الشيء. لكن حيحصل فيه طالما استمر في مكان في بيئة ما نشأ فيها، حيستمر في الخسارة. الخسارة اللي يعرفها والخسارة اللي يعرفها، لكن أغلب الأشخاص بيفهم الخسارة في مجال الأعطاء حفظ. يعني إذا كان طبيب حيفهم الشيء اللي يخصه كطبيب، إذا كان مهندس حيفهم الشيء اللي يخصه كمهندس، إذا كان مربي، إذا كان رب أسرة، إذا كان مطرب، كان حيخسر شريحة كبيرة من الجمهور حيصير بس في حفلات الزواج، شايف؟ فالخسارة حتكون دائما مركزية، يعني واضحة بالنسبة له في فقط الجزئية اللي هو ملم فيها، تمام؟ لكن الجزئيات الثانية اللي هو مش ملم فيها هو ما يستشعرها، هو بيخسر بس ما بيحس، ما بيعرف، فهمت علي؟ لأنه ما يفهم المجالات الثانية وما يعرف ايش الاشياء اللي هو خسرها، زي بالضبط ما هو عارف قيمة الشيء اللي كان اكتسبه في محيطه الاصلي، تمام؟ اللي كان اكتسبه هنا في المحيط اللي نشأ فيه، فبالتالي ما راح يقدر يفهم او يلاحظ اذا لو كان انسان للشخص اللي هو في الغربة.
هيسيبوني في المرحلة بتاعتي دي اللي هي مهجور، اللي هو بقى مكاني في المجتمع اللي هو رحل إليه. ثلاثة أشياء: جيل، جيلين، ثلاثة أجيال. ثلاثة أجيال غير ما يصير، يعني خلينا نقول ولد، ولده أو بنت، بنته يوصل لمرحلة الاستقرار. ثلاثة أجيال، لكن إنه هو كشخص بغض النظر إذا كان ميسور الحال أو فقير، كلها واحد. يعني نتكلم عن الصغار بعد، يعني شوف إحنا لو كنا نتكلم عن الأعضاء، لاحظ إن هو هنا لما كان في محيطه بيقول له فلان محتاج فلان شو اسمه، لأنه الأعضاء في مجتمع. لكن بمجرد ما نروح لبيئة ثانية حيصير عايش في الفقاع، صح إنه مرتاح لكن يكون عايش في الفقاع. مش ما يقدر، ما يقدر. فهمت علي؟ على كل الأسئلة، حتى لو كان قبول، حتى لو كان مجرد عامل عادي، طبعا درجة المقاومة للذوبان في مجتمعات أخرى تعتمد حسب الإدراك وحسب الإمكانية. هذا هو. شايف؟ نرجع للخصال، الخصال نقول إن الشخص مكتسباته بالنسبة للمجتمع اللي هو عايش فيه أكثر بكثير من مخرجاته مهما كان هذا الإنسان، إيش كان منصبه وإيش كان ثروته، مهما كان دائما مكتسباته أعلى بأقدر أنا قيم هي مقارنة بتسعة من عشرة. تسعة من عشرة هو عطاء وعشر ومكتسباته تسعة عشرة، لا يمكن يعوضها. فبالتالي إذا كان لا يمكن أن يعوضها أصبح لا يمكن يكون نفس الشخص اللي كان في بلده، لا يمكن يمارس نفس الدور الاجتماعي، الدور القيادي، لا يمكن ولا يستطيع أن يكون بنفس المقام اللي كان فيها في بلده. وهذه كلها وإن كان هو يحاول هو يوصل للمرتبة هذه فكلها هيكون أوهام. ممكن ثلاثة أو أربعة يتجمعوا ويوهموا بعض أو يكون نوع من الذكر، لكن في غير محلها، لا بد يكون في موطنه، وإلا هذه كلها ما لها علاقة. نرجع للشخص غير مستقر، هذا أسبابه هي كانت إنه هاجر عشان لقمة العيش، هاجر عشان إيش ما كان السبب، فهو هاجر عشان هذا. عشان جزئية العطاء، يعني هو رايح لمجتمع ثاني يخدم فيه، وممكن جزئية الاكتساب. في كل الحالتين هو فاهم جزء واحد من عشرة الأشياء اللي ممكن يكتسبها أو يفيد بها في مجتمع آخر. لكن في خلال الروحة هذه، كل ما امتد الزمن معاه، كل ما حد من الامتصاص، لأنه هو حيكون زي السكر في الشاي، حد من الامتصاص حيكون أثره مبالغ إلى درجة الذوبان الكامل. الذوبان الكامل إنه يكون وصل لمرحلة إيش؟ الجيل الثالث. تمام. رأيي الشخصي في الموضوع أنا أقدر أقيم الشخص الفقير في اللي عايش في بيئته أغنى
شفته بحصه دكتور. ايش نطلع بفائده من الشرح هذا؟ نطلع بفائده من الشرح هذا انه لما نشوف شخص في مرض بيتشكى كثير متضايق من الوضع نبدا نقول له حلك انك ترجع للبيئه اللي انت كنت فيها مبسوط. المكان اللي انت كنت فيه مبسوط طالما انك ما رجعت له ما راح يصير لك مكان ثاني. وهذا الشيء لا محيطك الجديد في البلد الجديد حيتغير عشانك ولا انت راح تقدر تغيره. لما نروح مثلا في دولة عربية ونقول مثلا في اللغة عندنا ان احنا عفاف معناها شيء ثاني، فما اقدر اغير المعنى ده مهما يكون عنده سلطة او عدم ما اقدر. عفاف معناها عفاف، نفس الجملة هذه معناها في مكان مختلف شيء وفي مكان اخر شيء ثاني. فعفاف انت غير، انت اللي تختار فين تعيش، في المكان اللي عفاف معناها يمين ولا معناها يسار، انت اللي تختار. طالما انت اخترت اللي اسمك عفاف او اسمك عفاف فلازم تكون عندك الوعي هذا، لازم تكون عندك الوعي هذا. تمام؟ وإذا اضطر انك انت تشوف انواع الالام والعذاب اللي انت في غنى عنه ورغم ما يمر احد هذا النوع من العذاب ممكن يكون عذاب خفي لانه صاحب عارف من فين، ما هو عارف المشكلة فين. فالحين نفس الموضوع نقول المشكلة مهما كان البلد اللي انت نشأت فيه فقير يمر بأزمة عنده مشكلة، تمام، كونك انت تساهم في حل المشكلة او تكون موجود وتعيش على الكفاف ارحم لك من انك تروح بمغامرة تسعى شاب تجربة استنزاف وهو أشهر مكسب، والمكسب ده مش مطلوب. إيش مطلوب؟ سواء كان حمال أو طبيب نفس الشيء. طيب إذا وصلت للمرحلة الثانية هي هنا المرحلة الثالثة، أنت وصلت لمرحلة الذوبان كامل، صرت تحمل هوية المجتمع الآخر، إيش تسوي؟ أنت طالما من هنا وصلت الجهة الثالثة أنت هتعاني نفس المعاناة بس معاناة عكسية، تمام، عشان ترجع لورا كويس. كويس إنك أنت ترجع لموطن آبائك الأصلي عشان تصوف عشان هذا، لكن انت مش انت. الانسان هل يقيم بأصله ولا بثقافته؟ وهذا السؤال اللي انت جاوبت عليه هتقدر تعرف انت مين وتنتمي لمين. الانسان مستقر ينتمي في العلاقه وفي الثقافه هي واحده، وهو ما بيحس بالفرق هذا، مش واضح عنده الأمور هذا، تمام؟ بمثلها بطريقة ثانية لكن خلينا عشان ما نخرج في مجالات ثانية نكون واضحين في الموضوع هذا. الشخص اللي يعيش في بيئة واحدة ويكتسب نفس الثقافة ما راح يحس بالازدواجية هذا، ما راح يحس.
الشخص اللي يعيش في بيئة غير بيئته ويكتسب ثقافتين، ثقافة في البيت وثقافة خارج البيت، هذا يكون عنده ازدواجية، حيفهم ايش معنى انه في تعدد ثقافي. هو نفسه جهوده بيعيش تعدد ثقافي في اثنين، تمام؟ يعني اذا كان هو حبشي في خالد وفي كحسائي، اثنين جوا، مرة يكون كحسائي ومرة يكون خالد، مرة يتكلم عربي مرة يتكلم تيوبي، مرة ياكل رز مرة ياكل صبح. هو يعني الشخصيتين اللي عنده هذه متكاملة متجانسة، ما عنده مشكلة. الشخص اللي من بلده أو الشخص اللي من بلد ثاني جماعهم مع بعض ما يتفهم، لكن هو يقدر يتفهم معه، هذه ميزة. لكن هو لازم يصور إنه هو انتماءه كعلاقة كأسرة كمجتمع، هو انتماءه وأصوله من بلد، ولكن ثقافته تكونت في 18 فين؟ يستطيع أن هو يرجع السؤال هذا، هو اللي ممكن يستطيع إجابه. طبعاً يعتمد من شخص لشخص إذا كان بيروح ويجي كثير أو لا، ولكن هي ما صعب. وإن كانت الأمور بالسهولة أن الواحد يطلع تذكرة ويمشي بالسهولة، أنه يكون والله عارف عمتي وخالتي، مجتمع تاني ما انت عارف ايش هي المكتسبات، وصعب ممكن تعيش نفس المعيشة اللي اهلك كانوا عايشينها في غربة، انت كنت مواطن عايش مع مغتربين، بس انت ما حسيت على شيء، بس انها تفهم وتفرق في هذا الحال. طيب خلاصة الموضوع، طهاري حتى ليش؟ لابد يكون عندك الوعي أنك أنت تعرف أهمية أنك أنت تكون موجود في بيئة وتكون مستقر، يعني تكون بجيل ثالث. يعني الحين أول حاجة لازم إيش؟ تركز، تمام؟ إنه أنا أبنائي أبغاهم يكونوا مستقرين، فبالتالي لابد يكونوا عايشين في بيئة اللي تتناسب معايا وبالتالي تتناسب معها. لابد اختيار البيئة يجي قبل العمل، قبل كل حاجة. البيئة أول حاجة، بعد كده أنت عندك الإفادة والمكتسبات، هذه لازم تكون عندك واضحة، لأنه أنت من الصعب أنك أنت تكون بشكل وضع طبيعي ما لم تكون في بيئتك. يعني انت ممكن هذا الشخص من الجيل الثالث المغترب وعايش وضع المواطن في بلدك، ما يكون امريكا او كندا او حتى نتكلم عن مثلا السعوديه الامارات، هذا خلاص هو من الجيل الثالث، وبالتالي هو مندمج تماما. حتى المواطنين اللي هناك ما بيحسوا انه هو مغترب، هو يشبههم في كل حاجة، في التفكير، في الثقافة، كل شيء. الاختلاف بس في المظهر الخارجي فقط، وهذا ما يعطي حاجة. فطالما هو وصل لمرحلة الإدمان، الأفضل إنه هو يستمر، الأفضل إنه هو يستمر. الصعوبات في المعيشة والتعب ما حتكون أصعب من الصعوبات في الانتقال والعودة ل والعكس صحيح. الشخص اللي يكون في البلد إذا كانت فكرة الخروج والفلوس وتحسين الوضع
والاخير فهذه ما هي ما هي صحيحه. هذه الغرام حيدفع اكثر من يكسب الا اذا كانت ممكن مؤقته، لكن على مدى طويل لا ينصح فيها، وحتعود عليه بخسائر اكبر من المكاسب اللي يكسب. الخساره دائما حتكون 9 10 في اشياء لا تقيم، اشياء ما تشتغل بفلوس. وهنا انا حبيت اوضح قد اكون مخطئ، ما هي مشكله، هذا باب مفتوح للنقاش، لكن هذه المواقع تجي وانا شفتها هذه هي. فبالتالي انا اوجه رساله اي شخص ما هو مرتاح في بلد ما هو موطنه، انا اقول له الحين ارجع بلدك، الوضع مو مستاهل، الواحد ما راح يعيش مرتين، ارجع بلدك عيش معك، تتيسر ان شاء الله الوضع، ما في مشكله. بالنسبه للشخص اللي هو يبغى يروح في اي مكان مهما كان الارض والوضع المناسب، عيد التفكير سواء كنت في مرحلة من عندها دمشق وصرت في الجيل الثالث، نصيحة فيها تخرج باختصار. وإذا كنت في 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 موطنك فأقول لك ثلاث مرات: لا تخرج لا تخرج لا تخرج، حتى لو اضطريت إنك أنت تشتغل أدنى مستوى